الكابتن عزيز الاستاذ فتحي سليمان. فتحي سليمان لمن لا يعرفه، مواليد 57، احنا مكتوب على البتاع كلها مواليد، بس دي معلومه مهمه لان ابناء منتصف الخمسينات اللي انا منهم انا وهو يعني عشنا حاجات كتير جدا، ولذلك اذا كان انتاجنا الروائي هيغلب عليه مسحك نوستالجيا، لان احنا في سنوات كتيره كانت في الخمسينات والستينات يمكن ما اقدرش نقول ان احنا كنا واعيين للي حصل في الخمسينات، ازمه 54 مارس 54 و 58 كان في ايه في 58؟ ايه؟ واحدة مع سوريا وحرب 56 والكلام ده كله. لكن الستينات حصلت في حاجات كتير رغم نهايتها المأساوية لنا جميعا اللي حصل في 67، لكن بتعتبر الستينات واحدة من أعظم فترات الإنتاج الروائي العربي نظرا لظهور أسماء كتيرة والإحساس بفكرة الحرية، رغم ان كلهم كانوا في السجن يعني في المعتقلات، لكن كان دفاع عن ان احنا نبقاش مستعمرين مره. ماتريوشكا لفتح سليمان في هذه المنطقه، بالمناسبه يعني انا كاتب شويه كلام مهم لازم تعرفوه عن الكاتب اولا قبل ما نبتدي، انه فتحي حاله انسانيه كامله، يعني الراجل دايما عايشاه نوستالجيا ورومانسية ولا يدعي اي احد اي امر اخر، ممكن هيلفت نظرنا في اعماله لبعض القيادية الايديولوجية اللي بيتكلم عليها في سطرين ثلاثة بغاية الصراحة، فهو لا يكف عن ان هو يقول رأيه، وانا بحب الشغل ده، يعني بحب ان انا ما اقعدش الف وادور، انا عندي في رسالة عايز ابعتها للقارئ فبعتها له مباشرة، ففكرة الصراحة لا تنقصه ولا يجد في ذلك عيبا، وانا شخصيا من ابناء هذه المدرسه. هو الحقيقه طبعا احنا لوننا واحد، هو اسواني بس انا من ليا جذور كده في حلفة ودافور ناحيه السودان، فعشان كده انا لوني خاص. هو شغال في السياحه اصلا من الخندقه وراجل بتاع شرم الشيخ، وانا رغم ان انا قعدت في شرم الشيخ على 10 سنين لكن غريبة ان احنا ما تقابلناش في العشر سنين، يمكن ان انا كنت قاعد في موفنبيك بعمل فيها مؤتمرات ليل نهار فما كنتش بخرج كتير. ايضا هو مونتير، يعني ده راجل اللي اشتغل في المونتاج وفي الحاجات دي، مش سهل، بتبقى دماغه متركبه بشكل تاني ودماغه سينمائيه اصلا، ولذلك هو بيعتمد دي ملامح لكتاباته بشكل عام على المشهد، وانا برضو بحب المشهديه في الكتابه لان بعتقد انها بتقدم صوره كامله للمواقف والاحداث. معد التلفزيوني وعد مسلسل بتاع احكي يا شهرزاد، وده كان في الاذاعه المصريه، اشتغل اعتقد بينسق مهرجان شرم الشيخ السينمائي. من اعمال الروائيه، وانا اعرف علاقتنا يعني علاقتي انا بفتحي مش علاقه شاذه يعني بتبتدي من 2011 مع ثوره 2011، لكن نعرف بعض قبل كده يعني كنا بنلتقي على قهوه البستان ايام الراحل كاوي سعيد، والمكان بيقعد عليها ناس كتير. طبعا انا اتذكر له على محطه فاتن حمامه وملاء ابو العيله وشاي باللبن في الزمالك، وشاي باللبن في الزمالك دي ليها قصة معانا احنا الاثنين، لان احنا كنا اثناء ثورة 30 يونيو 2000 ايه الاعتصام بتاع الزمالك، فكنا كل ليلة بنسهر سوا، وطبعا كنا بنتعرف على ناس من الزمالك، انا كان بالنسبة لي دي شخصيات عجائبية عمري ما هقابلها في حياتي، لكن قابلتها وحصلت حاجات كتير مش هتكلم عنها، هو براحته عايز يتكلم عنها يا ريت. ماتريوشكا في أسوان، الرواية أول ما تقراها حتى بعد ما تخلصها تتساءل سؤال، يمكن كنا بنتكلم أنا وهو الصبح، إيه علاقته مثلا بصنع الله إبراهيم في نجمة أغسطس؟ لأن نجمة أغسطس برضو عن بناء السد العالي وتوثيق حي لهذه الفترة في التاريخ المصري.
ويمكن هو ما تدخلش في هذه النقطة كثيرا في الرواية، لأن أنا شايف إن هو كانت البؤرة بتاعت الرواية هي حادثة الحقيقة ميلودرامية جدا وغاية التراجيدي، إن أنت تحب يكون لك علاقة حب بحد أنت أسمر وهو أبيض، واخدين بالكم من هذا، لكن في نفس الوقت توصل درجة الحب إن أنت تتجوزه ولمدة ليلة واحدة ثم تختفي المرأة وتبتدي حدوتة تانية بقى في حياته بحثاً عن هذه المرأة المفقودة. أنا أحب بقى الأكشن ده وعيش فيه ويعجبني جداً، وهو اشتغل على التيمة دي في الرواية وقدم الحقيقة حاجات كتير جداً مهمة. أنا قلت هو بصراحة ليه بعض العبارات اللي أنا الحقيقة حتى وقفت عندها كانت مهمة جداً، وحاطط صفحتين هم كانوا بالغلط ولا هم كانوا طالعين كده اسود مش عارف لا انا مش شايف انها الطباعة، اكن الصفحتين دول ليهم هدف محدد. وقلت على الاشتراكية في مقولة عظيمة قلتها، الاشتراكية زي الحقنة الشرجية، لازم اشوف فوائدها قبل ما فالحقيقة انا كتبت كتير، لكن كمقدم للمنصة وللناس اللي هتتكلم برا انا هخلي ده لمقالة انا كتبتها مش هنشره عن انا ما كتبتش للأسف عنك، احنا عملنا ملف عنك ان شاء الله قريب ان شاء الله يعني مع الوفاة. لا ما هو انت لو رحت انا هروح معاك ربنا يطول في عمرك يا رب. فاولا انا بشكركم جميعا حاضرين، وبشكر الناس اللي بشكر بهاء انها نورتنا النهارده اول مره دي. ليه يا ربي انا ما باخدش بالي منها بالمناسبه، يعني انا ليا علاقه بتونس علاقه طويله، بس كانت في ما بين 98 و2010 وعملت هناك مؤتمرات كتيرة وحبيت التوانسة جدا، لأنه الحقيقة حصل لي حادثة كده، أنا ما كنتش بالشكل، شعري ما كانش أبيض، يعني ليا صور توضح إن أنا كنت أقرب لصورة أحمد زكي. فأنا ماشي في شارع برقيبة في 2004 و2005 فافتكروني أحمد زكي، فجروا كلهم عليا، وكان لقاء حر جدا جدا يعني. وكلنا الكسكسي التونسي والحاجات اللطيفة. المهم يعني انا اسف ان انا ما خدتش بالي قبل كده، لكن ابتديت اخد بالي من الكتابات ولقاءاتك مع الدكتور صلاح السروي على الانترنت، ومهتم جدا ان انا اسمعها يوميا. هدعو دلوقتي طبعا هنخلص المنصه وبعدين هنشوف الجمهور، هبتدي باستاذ عضو اتحاد الكتاب واللجنه الثقافيه، مساله اللجنه الثقافيه فيه، والحقيقة بقى ليها نشاط واسع في مجال الثقافة في الفترة الأخيرة، وبحييها على جهودها إنها بتضم ناس كتير لنقابة الكتاب في مصر.